نيابة عن صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاضي الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قام نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة لمجموعة من الأسر لمشاركتها احتفالاتها بمناسبة الديوالي ورأس السنة الهندية. ونقل سموه تحياتي وتهني صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لأسر قاجاريا وكيورام وباتيا وسيربوتا وهاريداس وكافالاني وآجي شرما بهذه المناسبة، وتقدير سمو ولي العهد لما تقوم به من دور في مختلف القطاعات الاقتصادية وتواصلها مع مختلف أبناء المجتمع. وخلال هذه الزيارات أشار سمو إلى نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتكريس الوسطية والتسامح والتعددية للإسهام في مواصلة البناء والاستمرار على النموذج الحضاري الذي قدمته مملكة البحرين كواحة آمنة تتجلى فيها ثقافة الإنسان البحريني ووعيه وإيمانه بالقيم الجامعة والثوابت الراسخة. وقال اسمه إن نهج الوسطية والتسامح أكده أيضا الإسلام دينا وحضارة، وهو إرث تستمر عليه وتلتقي في عمقه الأسس التي تستلهم منها المسيرة المباركة لمملكة البحرين قيم احترام التعددية والخصوصية الثقافية للمجتمع البحريني. وهنأ اسمه الأسرة بهذه المناسبة مشيرا سمو إلى أن الانعكاس الحقيقي لروح الوطن الذي يتنفس أهله المحبة يحتفي بالتنوع كمصدر قوة، أمر يتجسد فيه يتحلى به الجميع من التزام بمسؤولية العمل والإصرار على الإنجاز من أجل خدمة هذا الوطن العزيز بتضافر الجهود المخلصة في مختلف مواقع العطاء، داعيا سموه الله أن يحفظ البحرين ويديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قائد مسيرتها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبها عبرت الأسر عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونجله سمو الشيخ محمد على هذه الزيارات، وما عبر عنه من مشاركة طيبة جسدت القيم النبيلة للمجتمع البحريني وإيمانه المطلق باحترام الديانات وقيم التسامح والتواصل الحضاري والانفتاح على الأفق الثقافي بتنوعاته.